ما هي قصة المعدن المفقود الذي سينقذ البشرية وسيقضي على الكهرباء التي نعرفها؟ صعب للغاية أن تصدق عزيزي المشاهد أن الكهرباء بصورتها التقليدية المعروفة اليوم ربما تندثر وتصبح من الماضي بعدما تغزو خلايا بروفسكايت الأسواق. هل سمعت عن العالم المصري الذي سيجعلك تنسى حقاً الكهرباء بصورتها القديمة تماماً؟ ثق بي، هذا الشاب المصري سيغير حياتك يا صديقي. ماذا؟ أتسأل ما هو بروفسكايت وما هي خلاياه؟ حسناً، تابعنا لنهاية الحلقة لتحصل على إجابات وافية لجميع أسئلتك إن شاء الله. المعدن المفقود. بما أن عالمنا اليوم متعطش للطاقة أكثر من أي وقت مضى، فمن البديهي أن يتم ابتكار سبلاً جديدة لتوليد الطاقة بشرط أن تكون طاقة نظيفة ورخيصة. فكيف سينجح العلماء في تحقيق معادلة كهذه؟ يكمن السر عزيزي المشاهد في الخلايا الشمسية، وبالتحديد في تلك الخلايا التي تعمل بتقنية البروفسكايت. فدعونا نتعرف على هذه التقنية وطريقة عملها. البروفسكايت هو اسم نطلق على معدن اكتشف في جبال الأورال الروسية سنة 1839، وذلك تكريماً للكونت ليف أليكسيفيتش بروفسكي الذي كان عالم معادن بارز في عهد روسيا القيصرية. وعلى أي حال، فتعريف البروفسكايت كيميائياً هو أكسيد الكالسيوم تيتانيوم أو كالسيوم تيتانايت، وصيغته الكيميائية CaTiO3. ويطلق هذا الاسم أيضاً على جميع المعادن التي تتميز بنفس البنية الجزيئية البلورية مثل أكسيد الكالسيوم تيتانيوم، والذي يعد معدناً نادر الوجود نسبياً في القشرة الأرضية، ويتشكل عن طريق مرحلة لاحقة من تفاعلات الصخور القلوية النارية، والتي تعد هي أيضاً نادرة الوجود على سطح كوكبنا، لكنها موجودة بوفرة في مستويات الأرض العميقة نسبية، وخاصة في تلك المنطقة المسمى وشاح الأرض التي تشكل الجزء الأكبر من الكوكب. ولذلك فمن البديهي أن يكون استخراجه صعباً جداً، لأن الوصول إليه يتطلب التنقيب لأعماق سحيقة في باطن الأرض. ولكن الخبر السار هو أننا يمكننا الحصول على بروفسكايت مخبرية، أي أننا نستطيع تشكيله في المعامل وبأي كمية نريدها. فكيف سنستغل هذه الثروة؟ عزيزي المشاهد، لا تبخل علينا بإعجابك بالفيديو والاشتراك في القناة، وكن دائما مع المهندس الإخباري الذي يقدم لك قيمة بصوت هندسي. تقنية البروفسكايت. زادت أهمية ذلك المعدن في أسواق الطاقة انطلاقاً من سنة 2015 لسبب بسيط، ذلك لأن عدد الأبحاث العلمية المنشورة عن خلايا بروفسكايت الشمسية التي توضح الإمكانيات الهائلة الكامنة في هذه المادة فتحت الباب على مصراعيه لشركات الطاقة لتحاول الاستفادة من تلك المادة والتربح منها تجارية. ولذلك فقد أضحت الخلايا الشمسية المصنوعة من البروفسكايت واحدة من أبرز الحلول الممكنة اليوم لصناعة الخلايا الكهروضوئية الرخيصة ذات المردود المرتفع، وهذا لأن مادة البروفسكايت تمتاز بجودة امتصاصها لأشعة الشمس، مما يجعلها مناسبة للتطبيقات الكهروضوئية المعتمدة على الإشعاع الشمسي. والدليل على ذلك أن مردود زيادة إنتاج الطاقة من هذه الخلية المصنوعة من البروفسكايت ارتفع من 3% في سنة 2006 إلى حوالي 25% في 2020. لكن هذا النوع من الخلايا الشمسية الكهروضوئية لها مزايا وعيوب، وهذا بالتأكيد سيؤثر على فرصها في الانتشار التجاري سلباً أو إيجابا. فمثلاً من أهم مميزات خلايا بروفسكايت أنها تتألف بالكامل من مواد صنعها الإنسان، أي يمكن تصنيعها بأقل تكلفة ممكنة، وبالتالي ستنخفض تكلفة الخلية بالمقارنة مع الخلايا الكهروضوئية العادية المصنوعة من بلوريات السيليكون التي يتطلب الحصول عليها تنفيذ خطوات طويلة ومكلفة، لأننا سنمر بمرحلة الاستخراج ثم المعالجة ثم التصنيع. لكن في المقابل، عملية تصنيع خلايا بروفسكايت سهلة ورخيصة، وهذا يعود على المستهلك بانخفاض أسعار هذه النوعية من الألواح، وبالتالي تشجيع المستهلكين على استخدام خلايا الطاقة الشمسية المصنوعة من بروفسكايت كبديل الطاقة الكهربائية العادية مرتفعة التكلفة. أما أهم ميزة لتلك الخلايا هي أنها مرنة للغاية،
مما يجعل من السهل تثبيتها في أماكن مختلفة من المباني، وقد تكون مدمجة في بعض عناصر البناء ذاته كالنوافذ كونها أيضا شبه شفافة، كما أن هذه الخلايا خفيفة الوزن بالتالي لا تسبب ضغطا كبيرا على الأبنية. ونعتقد أن هذه المميزات كفيلة بجعل خلايا بروفسكايت تكتسح الأسواق في القريب العاجل إن شاء الله. ولكن ماذا عن سلبيات تلك التقنية؟ الاختراع المصري. للأسف هناك جوانب سلبية خطيرة ظهرت في تلك التقنية الواعدة حتى الآن، أهمها خلل الثبات وتناقص الإنتاجية، فأقصى مدة ثبات حققتها هذه الخلايا لا تتجاوز 10 سنوات في ظروف التشغيل الطبيعية، ومن ثم فهي لا تستطيع منافسة خلايا السيليكون التي برهنت على دوامها وثبات إنتاجيتها لفترات أطول. كما أن بعض الخلايا الشمسية المعتمدة على بروفسكايت تحتوي على عنصر الرصاص الثقيل السام، والذي قد يتسرب للبيئة إذا لم يتم التخلص من هذه الخلايا بشكل آمن، وهذه مشكلة خطيرة قد تسبب تسمم البيئة والبشر في آن واحد. فما العمل؟ وكيف نتخلص من سمية الرصاص في تلك الخلايا؟ أم أن الأمر مستحيل تحقيقه علميا؟ دعني أزف إليك هذا الخبر السار عزيزي المشاهد، وأخبرك أن عالماً مصرياً يدعى محمود الدماصي، باحث الدكتوراه في معهد هيلمهولتز برلين للطاقة والمواد بألمانيا، قد استطاع أن يحقق بفضل الله المعادلة الكيميائية المستحيلة، حيث نشرت دراسة علمية هامة للغاية حول هذا الاختراع المصري في دورية ساينس في شهر يناير 2023 حول مشاركة الباحث المصري محمود الدماصي في تطوير خلايا شمسية أكثر ثباتا وقادرة على الحفاظ على كفاءتها وثباتها الكيميائي والفيزيائي في درجات الحرارة المتطرفة من 60 درجة تحت الصفر إلى 80 درجة مئوية، وتعمل بكفاءة تبدأ من 14% وتصل إلى 24.6%، حيث استطاع رفقة زملائه من العلماء الألمان اختراع خلايا مصنوعة من بروفسكايت خالية من الرصاص، وتعتمد على عنصر القصدير غير الثابت كيميائيا، والذي يتأكسد ويتحول إلى مركب لا يذوب في الماء، ومن ثم فهو خامل بيئيا وأكثر أمانا. فهل سيساعد هذا الاختراع على تسريع استخدام خلايا بروفسكايت تجارية؟ دعونا ننتظر ونرى. ولكن للمعلومية، فنحن الآن دخلنا مرحلة الجيل الرابع من الخلايا الشمسية، فالجيل الأول هي خلايا السيليكون، والجيل الثاني هي الخلايا الصبغية المستحثة، والجيل الثالث هي الخلايا الشمسية العضوية المعتمدة على مركبات عضوية، والجيل الرابع هي خلايا البروفسكايت. وللمعلومية أيضا، فخلايا السيليكون التي هي بالأساس أقدم أنواع الخلايا الشمسية إلى أنها الأكثر انتشارا والأفضل أداء والأغلى سعرا والأكثر أمانا على البشر. فهل سيقلب اختراع دكتور محمود الدماصي الموازين في عالم الخلايا الشمسية؟ أم أن خلايا السيليكون ستظل هي المتربعة على عرش الطاقة الشمسية إلى حين؟ شاركونا بآرائكم في التعليقات. كنتم مع المهندس الإخباري الذي يقدم لك قيمة بصوت هندسي.